الدكتور عبد الحميد عباس دشتي، ولد عام 1954 وتخرج من الكلية العسكرية الكويتية عام 74، بادئا حياته كطيار متدرجا في عدة مناصب في المجال العسكري بالقوة الجوية حتى استقال من الحياة العسكرية عام 1982، حاصل على لصنص الحقوق من جامعة الإسكندرية ودبلوم الدراسات العليا والدكتوراه من جامعة الإبداع بفرنسا. لم ينسى الطيار عبد الحميد دشتي الطيران حتى وإن تركه، فهو كما يقول لا زال يحلق في السماء الرحبة عبر آرائه السياسية وكلماته المسموعة على المستوى العربي والإقليمي، وعبر عمله الاستثماري والاقتصادي الذي يتركز في الكويت والعديد من الدول العربية. وعلى المستوى العملي فدشتي شغل العديد من المراكز كويتيا، مثل رئيس لجنة المرافق في مجلس محافظة حولي، وأمينا عاما مساعدا بمجلس إدارة نادي الصيد والفروسية، وعربيا مثل كونه الأمين العام للاتحاد العربي للفروسية وعضو اتحاد المحامين العرب والمجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. أضاف دشتي لنشاطاته المتنوعة كتابة المقالات فضلا عن تأليفه لعدد من الكتب، رحلة ربما أشعرت المحامي ببعض القصص كما يقول، نتيجة القضايا التي يتناولها شاكيا من المشكلات والتضييق الذي يعانيه حين يتناول هذا الواقع المؤلم. على سبيل المثال فهو يرى أن ما يحدث من اختلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان ما هو إلا مؤامرة على الكويت، معبرا عن خشيته من استهداف الدستور وضرب الوحدة الوطنية. رحلة الدكتور عبد الحميد دشتي مع الانتخابات تكررت لأكثر من مرة لم يوفق فيها لنيل ما يسميه التشرف بالخدمة العامة أثناء وجوده في الدائرة 13 وقتها، لكنه قرر أن يعيد الكرة من جديد في انتخابات 2012 في الدائرة الأولى، رافعا شعار ديرتنا نحميها، مستهدفا كما يصرح تخليص الكويتيين من حالة الإحباط والتشاؤم وأن تعود الكويت تكون جوهرة الخليج وتستمر لتكون جوهرة العالم. لكن السؤال يبقى، هل يستطيع دشتي تحقيق طموحه في الوصول لقاعة عبدالله السالم حتى بعد قرار وزارة الداخلية الأخير بشطبه؟